خلال افتتاح اللقاء التواصلي لجهة طنجة تطوان، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الحكومة معبأة للعمل كي تضع مصالح المواطنين ومصالح المناطق المتضررة بالجهة فوق كل اعتبار للاشتغال عليها والاستجابة للحاجات الاقتصادية والاجتماعية لأي منطقة من مناطق الجهة. في سلسلة الزيارات الجهات، هذه الجهة ديال طنجة تطوان هي جهة فيها مؤشرات اقتصادية واجتماعية مهمة متقدمة، والحمد لله تعطت لها عناية مولوية سامية منذ فترة طويلة، لكن عندنا الفوارق في الجهة. عندنا مناطق اللي هي متطورة اقتصاديا، متطورة اجتماعيا، متطورة تعليميا ومن حيث المؤشرات، وعندنا مناطق اللي كتعاني الخصاص. فاحنا هنا باش نناقشوا مع المنتخبين على مستوى الجهة ومع السلطات الولائية ما هي هذه المشاكل والتحديات، كيفاش يمكن نتعاونوا باش نتغلبوا عليها ونعالجوها في المستقبل. وخلال اللقاء توقف السيد العثماني عند برنامج التنمية المجالية الحسيمة منارة المتوسط الذي كان يعاني من بعض الإشكالات، لكن تم استدراك التأخر حيث تسير الأشغال الآن بسلاسة، يقول السيد العثماني، ويتوقع أن يتم إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة قبل متم 2019. نحن مدينة وزان معنية بشكل كبير في الإقليم ديال وزان بهذا الإشكال ديال الفوارق المجالية من حيث البنية التحتية، من حيث المناطق ديال الأنشطة الاقتصادية، من حيث الإدماج ديال وزان في الجهة، الخصاص على مستوى الماء الشروب، على مستوى الصحة، على مستوى التعليم، كذلك الخصاص على مستوى البرامج اللي تأهل العنصر الشباب والعنصر البشري خصوصا الشباب في مجال ديال الإدماج في سوق الشغل. وكنعتقدوا بلي أنه اليوم في هذا اللقاء هي فرصة نعبروا فيها كمنتخبين وجهات النظر ديالنا ونسلطوا كذلك الضوء على مختلف البرامج اللي يكون خص تكون توقع فيهم واحد التقائية واحد اندماجية بين كافة المتدخلين. واللقاء شهد تقديم عرض لوالي ولاية طنجة تطوان الحسيمة وعرض لرئيس الجهة ومداخلات عدد من المنتخبين حول بعض القضايا والتحديات التي تعترض التنمية الاجتماعية والاقتصادية ورهانات المتعلقة بضمان العدالة المجالية، إلى جانب ردود عدد من الوزراء.